تمام فك. أحمد أنا أحمد عبد الرزاق مجاريش، عمري 15، صف سادس. يوم صارت الأحداث بجينا له. قديش؟ أخوي استشهد. قتل مع من مين؟ من الأمن. كمل فيش تاني. لا تقول. تحكي مع فارس. جبتها من سوريا ولعبت فيها بالمدرسة باحة، وجبتها وضبيتها وجبتها لهون. لعبت فيها مباريات وفزت وكثير يعني. أبوي اشترى لي الطابة. الحمد لله يعني وصل لمرحلة بتصور أنا بحكم معرفتي بالكرة مقبولة. يعني احنا صابنا حالة من اليأس انه واحد طالع من بلد حرب وقتل ودمار. انا حبيت انه فكان عندنا امل كبير والحمد لله يعني تحقق شيء من الامل بانه صار نوع من الاستقرار. طبعا احمد لاعب مهاري كثير، واهم شيء فيه انه استحواذه على الطابه. يعني لما باي وضعيه بتجي الطابه باي كره سواء ما كانت بحسن يهديها بطريقه صح. طبعا هو موهبته ما شاء الله شبه كامل، بس بدنا نطوره انه بس مشان من السرعه بني جسمه، سرعه وبني جسمه لازم تكون اقوى من هيك. المخيم اللي حاب تطلع تلعب بيه؟ لا حاب اطلع برا. شو السبب؟ ليش بدك تلعب؟ بصير لاعب مهاري. لو حلمي بصير لاعب مشهور يعني. بدك تلعب باليابان؟ لا لو باسباني. لا باسباني. نو اسباني. الجابان مش مليحة؟ مليحة في معظم الأحيان. كيف أعرفهم؟ مو مشهورة مثل الباقي مثل الدول الأخرى. رأي لاعب مهاري يعني وفرصة قدامه يعني سنين. شو عمره 14 سنة بعد بأول عمر يعني بداية المشوار كما يقولوها. يعني أصير لاعب محترف بس أكبر أصير لاعب محترف وأصير مدرب. بس تبقى على في عندك لاعب مفضل؟ رولاندو. ولكن أتمنى أن تكون اللي قالها نتيجة دراسية مثل الكرة عنده يعني. يعني هو عم بيأخذ الكرة بتأخذ وقت أكثر من الدراسة منه. هو بحب فبيحب الكرة فإحنا ما بدنا يكون شيء على حساب شيء.